مالك؟ في حاجة مضايقاكي؟ أصلك يا دوب لسه نازلة ورجعتي على طول وشكلك مش ولا بد. أنا بس بطمن. عايدة سافرت، رجعت لأهلها من غير حتى ما تودعني. يمكن حصل لها ظرف مفاجئ ما لحقتش تقولك ولا تودعك. شوفي بابا وقف قدام الدنيا كلها عشانك ازاي، لكن أنا عايدة وحسن فرطوا فيا بين يوم وليلة كأني معنيلهمش شيء. معقولة يكونوا وحشين قوي كده؟ ولا أنا اللي ما استاهلش إن حد يتعلق بي؟ أنت تستاهلي كل حاجة كويسة، ولو نصيبك في الكويس اتأخر معناته إن ربنا كاتب لك فرحة كبيرة لما تجيلك وأنت مش مستنياه، زي فرحتي كده بسي صدقي لما جاني. وأنا كنت فاكرة خلاص مش هاخد حاجة عدلة من الدنيا دي. مهما كان رأيي في قرار بابا أو في جوازكم، ده ما يبررش اللي أنا عملته. ما كانش صح أبداً إني أتعامل معاكي بالطريقة دي. ف أنا آسفة. عودي، أنا كنت قايلة إن أنا مش هدخل البيت ده طول ما أنت مش قابلاني فيه. ولولا الظروف اللي بيمر بيها سي صدقي والمشاكل اللي حصلت له، أنا كنت اتمسكت بكلمتي وما رجعتش فيه. لكن ما يصحش أسيبه في ظروف زي دي وما أقفش جنبه. اللي أنت عملتيه معاه ده واجبي، لكن أنا ما عملتوش عشان هو واجبي، عملته عشان بحبه. ما يهونش عليا أشوفه منكسر زي ما انا ما يهونش عليا اشوفك بالشكل ده. بس انا مش مكسور. معلوم، معاش ولا كان اللي يكسرك ولا يكسر نفسك. وانا ما كنتش عايزاكي تعتذري لي، رغم ان انا عارفه ان سي صدقي هو اللي قالك تعملي كده. انا بس كل اللي كنت عايزاه انك تحاولي تقبليني، تحاولي تقبليني في وسطيكم. وعارفة انه صعب، زي ما صعب عليا انسى اللي انت اتهمتيني بيه. انا صحيح طيبة وجدعة وكل حاجة، لكن مش سهل عليا انسى حد داسلي على طرف. يا اختي نزلي حاجبك اللي مش علقهولي فوق ده. انا كل اللي غرضي اقوله لا انت هتصفيلي ولا انا هصفالك بين يوم وليل. واللي خلاني ارجع البيت هنا هو اللي خلاكي تعصري على نفسك ليمونة وتجيلي وتعتذريلي سي صدقي. صحيح أنا وإنتي في بينا فرق السما عن الأرض، لكن لو في حاجة واحدة بس هنتفق عليها هي الراجل ده اللي إحنا الاتنين بنحبه. ولا إنتي بتشكي في معزتي ليه؟ يبقى خلينا نحاول عشان خاطره هو. ومين عارف، يمكن رب القلوب يولف قلوبنا على بعض. استبينا؟ طب ما انتي بتعرفي تضحكي اهو. الله الله الله، واسنانك حلوه اهو.